اهلا بكل مشاهدينا ومتابعينا وحلقه جديده من اسال مع دعاء على الهواء مباشره. منورنا فضيله الشيخ احمد الصباغ. النهارده هنتتبع في القران قيمه تعلم القران. يعني قيمه القران الكريم كما جاء في القران الكريم. هو رزق ربنا سبحانه وتعالى يسوق اليك لو يعني قرات ما تيسر منه، لو فهمت، لو نفذت، لو حفظت. ولو حفظت ونفذت وتعلمت ده شيء طبعا من المراتب العليا. ايه اللي مطلوب ان احنا نعمله مع القرآن الكريم يوميا؟ وايه يعني الكرم اللي ربنا يرزقنا بيه والرزق الواسع اللي ربنا يرزقنا بيه بتعلم القرآن الكريم دنيا واخره؟ نسأل فضيلة الشيخ أحمد الصباغ. أهلا وسهلا يا فندم. أهلا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم خير الأسماء. بسم الله رب الأرض والسماء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه داء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء. مرحبا بكم في برنامجي اسأل مع دعاء. وصلي على حبيبي قلبك طيب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بص يا فندم، قالوا لنا زمان عن قيمة وأهمية تعلم والتعلق بكتاب الله. قالوا لنا كده مشايخنا، قالوا من أراد الدنيا فعليه بالقرآن. عايز غنى وعايز ثراء وعايز دنيا وعايز جاه، عليك بالقرآن. ومن أراد الآخرة، أنا عايز جنة وعايز رضا ربنا، فعليه بالقرآن. طب أنا طماع عايزهم مع بعض. قال لك من أراد الدنيا فعليه بالقرآن، ومن أراد الآخرة فعليه بالقرآن، ومن أرادهما معا فعليه بالقرآن. وقالوا لنا زمان حفظ ولدك القرآن والقرآن سيحفظه من كل. وسيدنا النبي قال كده يا فندم، قال القلب الذي ليس فيه شيء من القرآن كالبيت الخرب. كالبيت الايه؟ الخرب. ودايما سيدنا النبي ادانا معلومة، ودي قاعدة لو ما عملناهاش في زماننا وعملناها في حياتنا اليومية، قل على الدنيا وعلى الأمة السلام. إيه هي؟ إيه هي؟ تقديم أهل القرآن. تقديم حملة كتاب الله. سيدنا النبي قدم أهل القرآن أحياء وأموات. أحياء وأموات. حضرتك هتقولي إزاي؟ أحياء سيدنا النبي في الإمامة في الصلاة قال يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله. أقرأهم. صح، مظبوط. وما قالش أحفظهم، خدي بالك حتة فقهية. أقرأهم يعني إيه؟ يعني أكثرهم تجويدا ودقة وإتقانا في القراءة. يعني لو واحد حافظ قراءة الله أحد بدقة وتجويد أحسن من اللي حافظ البقرة بدون تجويد. ده بالنسبة للإيه؟ للإمامة، للي هيقف يصلي إمام. أقرأهم دي معناها، أقرأهم دي معناها. ما قالش أحفظهم. شوف الدقة هذه في الحياة. طب في الموت، في بعد ما انتهت غزوة أحد واستشهد 70 ومنهم عتاولة من الصحابة، منهم سيدنا حمزة أسد الله، منهم سيدنا أنس بن النضر، منهم سيدنا عبد الله بن جحش، منهم سيدنا عمرو بن الجموح. قضية كبيرة أوي، وعلماء إيه وصحابة تقال. فسيدنا النبي كان 70 موجودين وبيدفن واحد ورا التاني كده. يا رسول الله نرتبهم إزاي؟ النبي قال قدموا أكثرهم أخذا للقرآن. يا ده حمزة حافظ 10 أجزاء والتاني حافظ 5، لا هات حمزة الأول. ده حافظ جزئين وده حافظ نص جزء، هات أبو جزئين الأول. وعايز أقول لحضرتك حفظ القرآن مش فكاكة، مش فهلوة. ليه؟ لأن ربنا هو اللي بيضع القرآن في القلوب. شوف القرآن قال إيه؟ الآية قالت إيه؟ ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. الذين إيه؟ اصطفينا. ربنا سبحانه وتعالى هو اللي اصطفينا. وإحنا صغيرين في الكتاب يا أستاذ دعاء. فيه ناس ابوه يوديه الكتاب يهرب. مش عايز يحفظ. وفي واحد تلاقيه واخد خط وحافظ لوحده كده. طبعا. وده من اعجاز القران الكريم. ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. ايه كمان؟ انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون. حافظون في ايه؟ مش في السطور، في الصدور. امسك المصاحف بتاعت العالم كلها. صحيح. اهلكها. بيد المصاحف هي محفوظة في صدور أهل العلم والقرآن. وكان شيخ الله يرحمه يقول الكلمة دي، يقول كفى بأهل القرآن فخرا وعظمة أن الله اختارهم أوعية لكلامه. أوعية. ودايما أهل القرآن محفوظين إيه يا فندم؟ في الصغر والكبر. ربنا يقول إيه؟ ومن نعمره ها ننكسه في الخلق. وفي آية تانية ثم رددناه أسفل سافلين. الإنسان لما يكبر العقل بتاعه بيخف. من مجبرنا لإيه؟ لمصغر.
ما هو خلقكم من ضعف ثم جعل ضعف القوة ثم جعل القوة ضعفا وايه وشيبة. فتلاقي العقل بيخف. الا اهل القرآن عقلهم يتنيه 100% لو وصلوا 90 سنة. ليه يا فندم؟ ببركة القرآن. عشان لو حصل لهم هلوسة